مساء الخير، نيابة عن الأستاذ الدكتور أحمد زايد والدكتور محمد سليمان رئيس قطاع التواصل الثقافي مكتبة اسكندرية، بنرحب بيكم في بيت السناري. اللي ما يعرفش بيت السناري هحكي لكم حكاية بسيطة عنه كده. التاريخ يرجع لسنة 1794 لصاحبه إبراهيم السناري، وهو مدينة سنار في السودان، وانتقل لمصر وبدأ رحلته في المنصورة كبواب وهو عنده 8 سنوات، واشتغل على نفسه وتعلم القراية والكتابة بالإضافة لقراية الكف والودع والدجل. من خلال دي قدر يتواصل مع زوجات الحكام في مصر، ومن خلال زوجات الحكام قدر يتواصل بالحكام نفسه، ومن خلال الحكام تطلب مناصب كثيرة، كان آخرها لقب كتخودة أي قائم بعمل الوالي في مصر. واختار المكان هنا في القصر بتاعه، واستغرق 10 سنوات في البناء. وبعد ما انتهى من بناء البيت هنا ما لحقش يقعد فيه فتره كبيره، جت الحمله الفرنسيه مصر واختاروا البيت هنا والبيتين تانيين اللي هم مكانهم دلوقتي المدرسه الثانيه لاقامه العلماء والفنانين بتوع الحمله الفرنسيه. ووثقوا هنا الموسوعه الشهيره اللي هي موسوعه وصف مصر. وبعد ما انتهت الحمله الفرنسيه صاحب البيت رجع تاني قعد فتره بسيطه، وبعد كده تم قتله في الاسكندريه. وفي بداية 1918 كان في ملياردير فرنسي هاوي جمع مقتنيات نابليون بونابرت، اختار البيت هنا عشان يعمل متحف لنابليون، وكان حافظ فيه كل المقتنيات بتاعته لحد سنة 1935. ومن في الخمسينات اختاروا البيت هنا عشان يبقى مركز للحرف التراثية، واستمر لحد السبعينات مع مرحلة الترميم الأولى للبيت. والمرحلة الثانية جت سنة 96 من خلال بعثة فرنسية رموا البيت على الوضع اللي احنا شايفينه حاليا. وحاليا مكتبة اسكندرية بتتبنى مشروع ترميم جديد للبيت عشان نحافظ عليه. واختارت و 2010 اختارت مكتبة اسكندرية بيت السناري عشان حمايته العلمية والفنية والثقافية ليكون مركز ثقافي تابع ليها داخل القاهرة. بنقدم فيه طبعا برامج مختلفة، اولا في ورش العمل الفنية، دي بتبقى ورش عمل خاصة بالأعمال اليدوية أو الحرف اليدوية، وفي ورش عمل للأطفال، وفي برامج خاصة بالأنشطة المجتمعية بتنقسم للمدارس، عاملين برضو بروتوكولات مع مدارس كتيرة وإدارات تعليمية كتيرة، وفي برضو معانا برنامج لذوي الهمم، وإن شاء الله الشهر الجاي هيبقى في أسبوع كامل لذوي الهمم من ورش عمل ومعرض الحرف اليدوية، بالإضافة للمعارض الفنية ومعارض الحرف اليدوية برضو، والعروض الفنية والتراثية اللي بنقدمها في المكان هنا. وده كله طبعاً استكمالاً لدور مكتبة اسكندرية في الحفاظ على الهوية المصرية والحفاظ على التراث المصري من خلال بيت السناري. وبرحب بيكم مرة أخرى، وأرجو أن تستمتعوا معنا النهاردة بالملتقى الثاني للقصة القصيرة، واللي هيبقى منه طبعاً باستفاضة للأستاذ سيد الوكيل، بشكره جداً على اختيار المكان هنا لإقامة الملتقى. شكراً لكم.